طيب إذا كنا بنتكلم بقى على الأصوات العربية اللي شفنا بعض الأصوات النشاز منها اللي مدفوعة بمعلومات كتيرة خاطئة وبتوجهات متكررة واضح جدا إن هي سلبية جدا، لكن على الصعيد الآخر هناك أصوات إعلامية عربية شقيقة شديدة التقدير للنادي الأهلي وشديدة التقدير لقيمة النادي الأهلي، إلى درجة إنه واحد من أصحاب هذه النماذج المضيئة عربيا وأصحاب الحضور الطاغي الحقيقة في الإعلام الرياضي السعودي الأستاذ أحمد الشمراني. أستاذ أحمد الشمراني كاتب صحفي وناقد رياضي كبير بجريدة عكاظ اليومية الكبيرة، وأيضا واحد من المحللين المهم في القنوات السعودية. أستاذ أحمد الشمراني اختص مجلة الأهلي هذا الأسبوع بمقالة مهمة جدا تحت عنوان قمة الحياد أن تشجع الأهلي. كده قمة الحياد أن أنت تشجع الأهلي. ولما سئل أي الأهلي تقصد قال لك مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب، لما سألني أي الأهلي تقصد قال لك كلهم أهلي وعشقي، وقال كلام كتير جدا لعل في بدايته قال لك لا أرى مشكلة في أن أعلن انتمائي للأهلي ولا يمكن تحت أي ظرف أن أختبي خلف ستار الحياد المزيف وأنا أكتب عن الأهلي. أستاذ أحمد الشمراني أهلا بيك. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ إبراهيم، والتحية أيضا موصولة الجميل والرائع المهندس عدلي أبو الصفقات نسميه دائما، وأيضا للجمهور الأهلي العظيم والإدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. خد بالك أنت لو طولت دقيقتين على الهواء المهندس عدلي هيمضيك كصفقة مهمة. لا بس أنا لا أملك ثمنه. هو بره التقييم. اهلا بك يا استاذ احمد وسعداء بالتواصل معاك، لكن قل لي قمه الحياد ان تشجع الاهلي؟ اكيد اولا انا سعيد جدا، انا اظن طبعا من خلال هذه القناه الجميله والمتابعه والمتزنه والرائعه والتي تمثل صوتنا جميعا كاهلاويين، وكذلك الحال ايضا شرفت ان اكون اليوم في هذا المقال اللي حصلت على رد فعل كبيره من جماهير الاهلي من خلاله، رغم انه هو مشاعر المحب. احيانا يا سيدي انت بحاجه ان تكتب مشاعرك، واحيانا مشاعرك تكتبك، فكيف عندما تكلم عن نادي وقيمه النادي الاهلي المصري؟ علاقتنا بهذا النادي الاهلي ما هي مجرد فقط لا غير ميول عابر او شهوة عشق كرة القدم بقدر ما هو ارتباط تاريخي، يعني كما ذكرت دائما بالنسبة للأهلي ذا تشيع بالنسبة لنا قبل أن يكون حب وعشق، هو أيضا ارتباط من خلال شخصيتنا الكبيرة والمؤثرة، شخصية أهلي المصري والأهلي السعودي صاحب سمو الملك الأمير عبد الله الفيصل عليه رحمة الله، وايضا من خلال اسماء كثيره مرت على 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 الاهلي السعودي، من ضمنهم ايضا الرئيس الراحل الاستاذ صالح سليم كان في اغلى زيارات المملكه العربيه السعوديه اشرف في ان يتواجد في المجلس مع الامير محمد، تحدث عن الاهلي وعن الاهلي هناك. حقيقه بالنسبه للاهلي اقدر واقول وقلت في صدى الملاعب قمه الحياه ان تشجع الاهلي، يعني وتشجيع الاهلي ما اعتقد انه مجرد تشجيع فقط كما ذكرت في البدايه، لكنه حب وعشق وانتماء وافخر بذلك هنا وهناك. هو حضرتك يعني بتفكرني بالحياد الايجابي، المبدا السياسي انك تنحاز لراي، لان هو ده الحياد، انك تنحاز للقناعه اللي انت محتضنها. انا يعني هل ده المقصود يعني؟ اكيد هي زي ما قلت لك باشمهندس، وانت خير من يعلم. احيانا بعض المقالات تكتبنا واحيانا نكتبها، طبعا عندما اكتب عن الاهلي بتجرد يعني من خلال ميول، لكن في نفس الوقت اراعي في مساله انه تقديم الاهلي بالصوره اللي تناسبه، كما ذكرت ايضا في متن المقال، قلت اذا كانت شعار الاهلي مسؤوليه في الملعب ايضا مسؤوليه في الكلم. برنامجكم الحالي انتم طبعا وقناه الاهلي بالذات مهما حدث للاهلي من او على الاهلي من تجاوزات، تراعوا
حتى في ردودكم النبل، وهذا هو المعروف، هذه قيمة الأهلي. حكاية أن تختار العبارة تكتبها قبل الأهلي وبعد الأهلي هذه مسؤولية كبرى، فأعتقد أنه شعور أي أهلاوي منكم نتعلم يا أستاذ. رائع جدا أن تصف العلاقة مع النادي الأهلي أو علاقة العشق بالنادي الأهلي هي مسؤولية، كلمة كبيرة جدا ومهمة جدا بتلخص حاجات مهمة يا أستاذ إبراهيم، وتخلينا أمام إحنا نتصرف في هذا الحب إزاي، مسؤوليتنا تجاه هذا العشق هذا الحب إزاي. ولكن عايز أسأله على جملة كنت أنت عايز تسألني عليها. أنت ختمت مقالك الرائع الجميل بقولك أحد الأهلاوية المثقفين يقول لا الأهلي ليس مجرد ميول بل استقامة، جملة عبقرية. نعم، هذا 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 يا باشمهندس جميل لنا عليه رحمة الله، وكان شاعر سعودي اسمه ماجد النفيعي. الله يرحمه. هذا أهلاوي طبعا بالذات. يوم من الأيام كتب مقال أو كتب قصيدة طبعا، ومقدمتها كان هذا هذه العبارة الراقية، بالتالي أعتقد إنه استثمرتها في هذا المقال لأنها تشكل حقيقة. أنا أعتقد إنه الأهلي أو الانتماء للأهلي ليس مجرد ميول بل استقامة، وهذه هذه 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 الحقيقة، وهذا اللي تعلمناه من كبار الأهلاوية. تخيل يا أستاذي إنه عندما كنا نجلس في مجالس كبار الأهلي كما ذكرت لك بداية من الأمير عبد الله الفيصل بن محمد عبد الله، كان حديثهم دائما نفس الشعار اللي في مصر، الأهلي فوق الجميع. وبالتالي ما تجد عندنا نكبر الشخصيات على حساب الكيان، بمعنى أيا كانت، ما أعتقد أنه بيمر على النادي الأهلي ولا على مصر ولا على العالم العربي الصورة بحجم محمود الخطيب، لكن يظل الأستاذ محمود الخطيب رغم أنه يعتبر أيضا من النوادر اللي بنى مجد كبير كلاعب كمدير كرة كرئيس نادي حاليا. فبالتالي يظل يقول لك عندما يتحدث يقول الأهلي فوق الجميع، الأهلي دائما تكبر بها الأشخاص ولا يكبروا بالأشخاص مع احترامي لهم. مثل بعض الأندية، بعض الأندية أنا أقولها حتى عندنا في المملكة العربية السعودية يقدسون الشخص أكثر من النادي. الأهلي عندنا هنا في جدة والأهلي عندكم في مصر ما وجدت، وهذا هو الصح. النادي فوق الجميع أيا كانت نجوميتك النادي. قبل ما أتداخل ما كنت سمعت المداخلة مع الكابتن حسين الشحات، شوف العلاقة شوف العلاقة، في ثواني أخمدوا لك نار الفتنة. فهذه مبادئ الأهلي، هذه دروس الأهلي، هذه خصوصيات الأهلي. بالعكس أنا سعيد جدا اني انثر مشاعري الليله من خلالكم، وسعيد جدا اني اتحدث من خلال قامتين كابتن المهندس عادلي والاستاذ ابراهيم، واتمنى انها توصل رسالتي. احيانا الانسان يكون جاهز انه يقول كلام كثير لكن عندما يظهر على الهواء تمتلك الرهبه، فكيف ما تمتلكني الرهبه وقدامي مفاوض كبير بدايه الحلقه يبغى يفاوض استاذ ابراهيم؟ طيب قريت لك مقاله يا استاذ احمد مهمه في عكاظ قبل المباراة النهائية للأهلي في دوري الأبطال، هنا الأهلي هنا العاشرة، إزاي عشت اللحظة وانطباعك كان عن تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية إيه؟ الأهلي عندما وصل للنهائي أنا حقيقة أنا احتفلت وغردت بحسابي في تويتر، وذكرت أيضا تحت البرامج العاشرة مسألة وقت، لأن كان هناك ثقة كبرى حتى عندما حتى المباراة. لكن للأسف الشديد من غمز في قناة انه الفريق ضعيف ونهائي ضعيف، لا ما يعني انا الاهلي تختلف الاسماء وانا ثابت بقيمه البطوله من خلال الانجاز، وليس مني انا ما هو ذنبي اني خرجت الترجي وقابلت هذا الفريق، هذا الفريق ربما لو قابل غيري بيقدم، لكن هذا قدر عندك كما ذكرت لك. ايضا عصام الشوادي قال كلمه جميله، قال لولا الاهلي كان الفرق التونسيه ما شاء الله صحيح بطولات كثيره. بالتالي تتغير الفرق والاهلي هو الثابت دائما، ما علينا من بقدر ما نتعامل مع مجد. اليوم بنتكلم عن العاشره وانا اتكلم عن مستوى المباراه، رغم ان الفريق ما اعتقد انه كان فريق سهل، لكن الاهلي دائما ايا كان الفريق اللي امامه تشعر امامه بالضعف، بالتالي مثل هذه الندوات اللي حدثت والهنات لا يمكن ان تؤثر في الانجاز، في الاول والاخير هنا العاشره هنا الان. وهنا الحقيقة قمة السعادة والتقدير لحضرتك يا أستاذ أحمد. إحنا نتمنى نكون على تواصل مستمر يا أستاذ أحمد، لأن يعني الحقيقة إحنا
استمتعنا بهذه القدرة على التلخيص والبلاغة والصياغة. ابدا يعني احنا تلاميذكم دائما وابدا، والاهلي كمان نقول دائما واحد، وعلاقتي بالاهل القاهره كما هي اهلي جدا. اتمنى مع اول زياره ان شاء الله باذن الله نشرف ونسعد بوجودك معنا هنا ان شاء الله. باذن الله اني ازور معشوقي باذن الله، واقوم معكم في نفس القناه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للناقد الرياضي السعودي الكبير والإعلامي والمحلل الرياضي الأستاذ أحمد الشمراني.